في هذا الوضع الكارثي الصعب الذي نحتاج فيه الى مساعده الجميع حتى هذه اللحظه منظمه الصحه العالميه غير جاده في تقديم اي دعم لشمال وشرق سوريا كل ما تم نقاشه مع منظمه الصحه العالميه لم ترتقى الى الواقع العملي بقيت فقط نقاشات ولم ترتقي الى تقديم الدعم وبالتحديد مساله تقديم اللقاح. حتى هذه اللحظه منظمه الصحه العالميه غير جاده بتقديم اللقاح لسوريا عموما ولشمال وشرق سوريا بالتحديد. اللقاح لم يصل الى مناطقنا وهذا سيكون ايضا سببا في الكارثه الذي من المتوقع حدوثها. لذلك كهيئة الصحف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نوده نداء عاجل إلى جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري لمنح حدوث كارثة إنسانية في شمال وشرق سوريا لأن كما ذكرنا الإصابات بالمئات والوفيات بالعشرات وجميع مراكزنا أصبحت ممتلئة أو اقتربت من الامتلاء